اليوم بإيت سمارت موضوعنا عن الحبوب مع لندا فهد. صباح الخير. صباح النور. اكيد اليوم في خبريتك واكيد الكومبيتيشن. في كومبيتيشن. اول شيء بدنا نعرف انه البلاك بيري في جلايسيميك اندكس اقل من البلو بيري، فهيدا كانت مسابقتنا ببيري لايت قبل. اي في جلايسيميك اندكس اقل البلاك بيري او بلو بيري، طلع البلاك بيري. وعندنا رابحه هي مريم عزيز اللي هي بتتصل على مطبخنا لتكون عم تاخذ جايزتها. هلا في عنا مشمش والخوخ صار في بالسوق، فاكيد بدنا نعمل كومبيتيشن عليهم. واي في اكثر فيتامين سي، هل هو المشمش او الخوخ بنفس الكميه؟ فاذا اي في فيتامين سي اكثر، انتم رح تجاوبوا على الفيسبوك بيجز. انا بقول المشمش وستيفاني بتقول المشمش، فاذا رح نشوف اذا المشمش اما الخوخ ثلاث تجي. وقت المشاهدين كنوا عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي بس تنأكد سوري بس لكملهم او بيري لايت هيلث سنتر على حي الله فيسبوك بيج فيكم تجاوبوا ونحن بناخذ الجواب. اي نوع من الخوخ؟ الخوخ الاحمر. اوكي إيه. بس تيعرفوا لانه أوكي. في الاصفر وفي الاحمر وفي الجينيريك. لا نعم، وهن رح يكونوا عم يشوفوا الصوره كمان، هذا شيء في سادهم. بس فيري جود ريمارك. رح احكي عن خبريتي. خبريتي كثير مهمه اليوم. كثير عم نسمع هالسليبرتيز عم يعملوا دايت وريجيمات، وريجيم بالتحديد كل فتره بتسمعي باسامي شيء جديد. مزبوط. فهلا الريجيم الجديد اللي كثير عم نسمع فيه هو الالكالاين دايت. طيب الكالاين دايت هي فكره الكالاين، نحن في عندنا بجسمنا الاسيد، وشيء اللي هو منه اسيد بنقول له بيس او الكالاين. وحسب هيدا الدايت بيقولوا انه دائما وقت ناكل اكل اللي هو الكالاين اللي هو منه اسيدي ما بيعلي المحيط الاسيدي بالجسم، هيدا شيء بيساعد الجسم على عده اصعده صحيا وبيساعد انه الانسان يكون عم يضعف. هلا شو رأي الساينس اما العلم بهذا الموضوع؟ فبالعلميا مزبوط، هو الاكل اللي هو الكالاين. يعني شو هو الاكل الالكالاين؟ هو الاكل اللي بيعتمد اكثر شيء على النبات، يعني عندك كل انواع الخضره وكل انواع الفواكه والبقوليات اللي هي النبات. هولي بوقت يجوا على الجسم بحولوا الجسم من موقع اسيدي شوي بيزحوا لموقع الكالاين اما بيسك. كثير مضبوط هالشيء، وهالشيء وقت يكون عندنا الكالاين ميديوم، حتى لو انت اكلتي شيء اسيدي، يعني البندوره هي اسيديه وقت ناكلها، الحامض هو اسيدي، ولكن وقت يفوت على الجسم بحول الجسم لموقع الكالاين. هلا اللي عم بيصير هون هيدا الشيء بيكون عم يخلي الخلايا بالجسم تكون عم تفرز المغنيسيوم اللي هو عم يخلي كل شيء بالجسم يشتغل مضبوط، وبتكون عم تفرز الفيتامين دي اللي هو كمان عم يقوي العظام. فهيدا شيء له حسناته منه شيء سيء. وكمان بدراسات بينت انه وقت يكون الموقع موقع اسيدي هيدا الشيء بيخلي ضغط على الكلاوي وبخليها تحتاج لمعادن، بخليها تحتاج لبوتاسيوم، والا رح تعمل بحص بالكلاوي. فهون بيجي وقت واحد يتناول الخضره والفواكه اللي هي عم تعطي المعادن والبوتاسيوم حتى ترجلج المستوى بقلب الجسم حتى ما يعود الجسم جسم اسيدي، وهالشيء كثير بيساعد بانه نحن نكون صحيا عم نعيش مزبوط. هون عم بحكي كيف بنعيش مزبوط وعم حاول برهن الاشياء علميه. هلا طب هالشيء، هل هالشيء بيعني انه نحن بس نعيش على الخضره والفواكه؟ والجواب هو لا، الجسم هو رح يرجلش حاله. يعني هون اللي بدي وصل لكل الاشخاص اللي بدهم بس يعيشوا على الالكالاين دايت اللي هو خضره وفواكه، انا رح اقول لهم الجسم بحب يعمل بالانس. فانتوا وقت عم تاكلوا اللحمه اللي هي بتعمل الموقع اسيدي، وقت عم تاخذوا الحبوب اليوم بدنا نحكي عنهم بتعمل الجسم موقع اسيدي، وقت عم تاخذوا شويه ملح او شويه صودا، طيب هذا الشيء الموقع الاسيدي منه كثير منيح، ولكن انتم بمقابلهم وقت عم تاكلوا خضره وفواكه عم تكونوا عم تعملوا هالبالانس بالجسم، عم تساعدوا الكلي وعم تساعدوا كل الجسم ليكون مضبوط ويكون عم يعمل بالانس بحاله. فاذا نحن بدي ارجع لموضوعي انه اذا انتهيت من هيدي الخبريه ورجيم الالكالاين رح فكر انه هو عم يدعيني اكل خضره وفواكه وبقوليات، هيدا كل رجيم صحي بيدعيني لها. ولكن اللي كمان بدي اقوله بالبالانس دايت اللي انا دائما بدي عنه انه مش غلط كمان نكون عم ناكل باقي المأكولات وبمقابلها ناكل خضرة والفواكه والبقوليات لنعمل هذا البالانس بالجسم.
حبيت اليوم هيك خبرها هالخبرية واشرحها لانه بيسالوكي عنها كثير. كيف ديتوكس يعني بدنا نجي نعمل ديتوكس ودائما بنفسر عنه. كمان هلا صار السؤال شو هو الالكالاين دايت، ومنيح الاشخاص تكون عم تعرف شو هو الالكالاين دايت وكيف نحن فينا نعمل بالانس فيه. ومش كل انواع الريجيمات بتناسب كل الاشخاص، ما هيك رندا؟ طبعا طبعا. هلا واحد خصوصا ستيفاني وقتها تقولي بدي اضعف، اكيد هيدا شيء كل جسم غير عن الثاني، تركيبته غير عن الثاني، حتى نحن كاركترنا غير عن الثاني، حتى طريقه تفكيرنا بالحياه وبالاكل وبالسبور تختلف. فهون وي سي اتس اندفجوالايز، يعني كل انسان لحاله بده يكون عم بعطيه ريجيمه مضبوط المخصص له. تنرجع لموضوعنا عن الحبوب اليوم. كثير منيح بقى احكي حبوب، خلينا نتفرج شو هن الحبوب حتى ناكد انه الحبوب هن مش البقوليات. الحبوب بقى احكي عنهم كون عم بحكي عن الرز، انا رح شيل هيدي لفرجيكم. رز اسمر، الرز الاسمر مزبوط. وقتها بحكي عن الحبوب بدي احكي عن البرغل، وهو من اهم الحبوب اللي اليوم بدي احكي عنه. هيدا البرغل، هيدا كان الرز الاسمر، ارجع فرجي. أوكي. وقتها احكي عن الحبوب في عنا كثير اشياء نحكيها، بس كمان برافو ستيف، انا كنت بدي اسالك تفرقي بيناتهم بس اكيد. سو هيدا الكينوا. اوكي، وقتها احكي عن الحبوب اليوم كمان جايبه نوع من الحبوب اللي هو باكويت او القمح الروسي. هيدا هو الباكويت، شوفوا كيف هي حبته هي ومسلوقه. اوكي، فوقت احكي عن الحبوب في احكي عن الشوفان، وقت احكي عن الحبوب بدي احكي عن القمح، وقت احكي عن الحبوب بدي احكي عن الفريكه. فينا نسمع اكلات مثل الفارو اللي هي بايطاليا، وقت تقولي فارو يعني هن قصدهم شيء بيشبه الفريكه. كمان بدي احكي على السبلت، بدنا نحكي اذا عندنا عده انواع هون من الحبوب. تريتيكال هو نوع من الحبوب، الجودار هو نوع من الحبوب، فاذا في عندنا عده انواع من الحبوب. في حبوب فيهم جلوتين مزبوط، وفي حبوب ما فيهم جلوتين 100%. هلا من انا الحبوب اللي حطيتها هون البكويت، صحيح فيها كلمه ويت ولكن البكويت ما فيها جلوتين، فنحن الاشخاص اللي هن بدهم يبتعدوا عن تناول ماكولات الجلوتين فينا نعطيهم اياها. اكيد الرز ما فيه جلوتين كمان فينا نعطيه اياها، بينما البرغل فيه جلوتين، الكينوا ما فيها جلوتين، فاذا هون حطيت الاشياء اللي ما فيها جلوتين بقلبهم، بس البرغل عندي اللي هو بيحتوي على الجلوتين. هلا وقتها نحكي كمان على حبوب، على حبوب ثانيه، وانا بدي احكي عن الشوفان. الشوفان بحد ذاته ما في جلوتين، ولكن معقول يكون كونتامينيتد او ملوث او مضقور حده، لانه هو بينزرع حد القمح، فمضقور يكون من حبيبات القمح. هل قد بتاثر وقت يكون عندنا مشكله مرض السيلياك؟ الاشخاص اللي ممنوع ياكلوا جلوتين ابدا بحي الله سمول بارتس بير مليون، يعني النقطه اللي هي منا مبينه اكيد هي رح تكون عم تاثر صحيا، فمشان هيك نحن ممكن عم نطلب عنه يبتعدوا عنا. ولكن اللي بدي اقوله اليوم انه الحبوب شغله، وخصوصا الحبه الكامله شغله كثير ضروريه لجسمنا. دائما بنعرف وبنحكي قديش هي مهمه للسكري تايب 2 ودايابيتكس، قديش هي بوجود الالياف فيها عم تخلي تدفق السكر يكون عم يشتغل على مهله بالجسم، بيعلى بالجسم، وتدفق الانسولين بيكون على مهله، فبيساعد مريض السكري تايب 2. بدي احكي قديش هو وقت بحافظ على الوزن، وقت نحن نكون ضعفنا وبدنا نحافظ على وزننا، لان وقت ناخذها بالحبه الكامله ما بتعود تجوعنا، بتنفش شوي بالمعده، فهيدا شيء فيساعدنا. كمان كثير دراسات بنعرف نحن قديش بينت اهميه الحبوب للمحافظه على القلب الصحي والمحافظه على الضغط. هلا بابحاث جديده بينت كثير اهميه الحبوب ضد مرض الازمه، وتبين انه الاولاد اللي هن ازماتك باعمار 8 ل 13 سنه انعطاهم، عملوا دراسه وكانوا عم ياخذوا اوت اما الشوفان كل يوم، وتبين انه نسبه الازمه خفت عندهم بنسبه 23%. طبعا الاولاد اللي هن ازماتك كثير كثير بنصحهم، بنصح اهلهم يساعدهم انه يكونوا عم يضعفوا يقللوا من وزنهم، لانه هالشيء كثير رح يساعدهم. تبين كمان ستيف اهميتها هلا للحبوب الكامله ضد سرطان المصران الغليظ، واخيرا هيك اليوم اللي بدي اقوله مهضوم بهالدراسات اللي تبينت اهميتها للمحافظه على اللثه والتم والاسنان الجيده من وراء انه هي بتبعث الالتهابات. فاذا هولي بالاجمال. هلا دائما العالم بتيجي بتقول لي انا رندم ما بدي اكل رز ابدا، بدي اكل نوع ثاني اللي هو كينوا.
ما عندي مشكله. المهم نحن نكون وقت التنويع باكلنا نكون نحن عم نختار شيء من هالحبوب. في يقول انه لا بدي اكل بالكينوا، مزبوط. هلا اللي بدي اقوله اليوم كمان بدي شوي بوقتنا الصغير كون عم فرق نسبه الالياف اللي فيهم، بدي فرق نسبه الكالوريز قد ما فينا وشو اللي بيميز وحده عن الثانيه بهول اللي انا حطتهم. فاذا بدي اطلع على الالياف بلاقي انه اكثر وحده فيها الياف هي البرغل، فاذا اكثر من الرز اكثر من الكينوا اكثر من بكويت عندي البرغل، فالبرغل هون اللي انا بسميه الملك في الياف اكثر شيء. اذا بدي اطلع على النشويات بلاقي الكينوا بنص كوب فيها 15 جرام نشويات، البرغل فيه 16 جرام ونص، وهون عندنا الشوفان فيه 13، الرز فيه 22 ونص اكثر شيء. نعم، فاذا الرز هون بنص كوب دائما بيحتوي اكثر شيء من النشويات. هلا اللي بيميزهم هول كلهم انه اكثر وحده فيها بروتينات هي الكينوا وثاني وحده هي البكويت. فاذا هو اللي ميز الكينوا انها هي بتحتوي على بروتينات اعلى من حيالله نوع من الحبوب، اللي ميزها هي انه بتحتوي على كل انواع الامينو اسيدز اللي بيكون هالبروتين، ولكن اللي بدنا نعرفه انه بالوحدات الحراريه بهول الاربع اكثر وحده هي الكينوا، فبدي تعرفوا انه الكينوا بتحتوي على وحدات حراريه اكثر ولكن هي بتحتوي على بروتين اكثر. أقل واحد باللي موجود قدامنا هو البرغل اللي بيحتوي على وحدات حرارية وعلى نشويات. فأنا إذا كنت مريض سكري أو شخص بدي حافظ على وزني وبننسى قضية جلوتين ومش جلوتين، إذا أنا ما عندي مشكلة هون، فإذا تناول البرغل هو الأساسي هون. إذا أنا كان عندي جلوتين انتولرنس ما قادر أتحمله، البكويت هي بتجي كتير مهمة. إذا أنا شخص عندي مشكلة ودايما مشكلة ما بأكل بروتينات مزبوطة بكمية أو حاجة لبروتينات زيادة، بجي هون وبقول الكينوا هو السيد الموقف. وإذا أنا شخص بحب أكل الرز، ليش ما بجيب الرز الأسمر وبكون عم بستعمله. بريفين كتير صغير اليوم، موضوع بياخد كتير كتير وقت، أكيد دايما بحلقات نحن مش عم نحكي وبنزيد دونك عنها. أقل شي كالوري البرغل، بعدين البكويت، بعدين الكينوا، بعدين الرز، بعدين الرز والكينوا هو أكثر واحد، حتى أكثر من الرز بالوحدات الحرارية. مزبوط. ثانك يو رندا، منشوفك بكرة أن الله راد. مشاهدينا وقفة ومنتابع العالم.